وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معاكم شيماء محمد من أكاديمية باتر فلايت ديزاين. أحب قبل ما أبدأ أي حاجة أعرفكم بنفسي. أنا جرافيك ديزاينر، بدأت أتعلم جرافيك ديزاين من 2010. تعثرت قليلا في التصميمات، يعني وقفت تصميمات فترة مدة 3 سنين ولا حاجة، ورجعت تاني أبدأ بقوة من 2015 و2016، ورجعت تاني أبدأ بالديزاين وبقوة. طبعا فاتني كتير بس الأساس ما فاتنيش، الحمد لله رب العالمين. اتعلمت جرافيك، اتعلمت فوتوشوب وإلستريتور من البيت، وببدأ أتعلم الديزاين برضو من البيت. هدفي ورسالتي إن إحنا أنشر إن إحنا كيف نكسب فلوس وخصوصا دولارات بأبسط طريقة ممكنة وبدون تعب. إزاي يبقى عندي جنريتور ماني كل يوم؟ يعني إيه جنريتور ماني؟ يعني الفلوس تدخل لحسابي من غير تعب. إحنا هنتعب شوية في الأول بس في الآخر هنكسب. هنكسب أول حاجة نفسنا، روحنا، حياتنا الأسرية، حياتنا اللي بتفوت بسبب قلة النوم، بسبب اشتياق الشغل، كل ده مش هنتعرض له. احنا هنتعرض لحاجات تانية خالص، مستوى تاني خالص. هنوصل لمرحلة مع بعض من الاستقرار النفسي. أولا هنقدر نستمتع بوقتنا، نستمتع بحياتنا، وكمان نستمتع بفلوسنا. الاستمتاع ده عمره ما هيجي طول ما انا مضغوط عشان عميل عايز اوردر يخلص في مده تايم قد كده. عمره ما هيحصل. يجي عميل كل شويه يعدل على المنتج علشان يوصل هو اللي هو عاوزه، بغض النظر عن اي حاجه ثانيه. كل الفريلانسر، من اول ما فتحت عيني او انا عرفت فكره يعني ايه فريلانسر، كنت دايما بشوفهم بيقولوا ان هم بيشتغلوا شويه وبعد كده يقعدوا طول الوقت من غير شغل، والاعداد عمال بيعد والحسابه بتحسب. طب ازاي نعمل كده؟ ازاي ابقى انا اشتغل شويه واتعب شويه وبعد كده الفلوس تخش لوحدها اوتوماتيكلي على الحساب بتاعي؟ دي معضله بالنسبه لي. جربت الديزاينر واشتغلت في الديزاين، بس في نفس الوقت ما وصلتش للمرحله دي، ما وصلتش للمعادله دي. كنت دايما تحت رحمه العميل، الكلاينت بتاعي، دايما تحت رحمه رأيه، تحت رحمه افكاره، تحت رحمه التايم اللي هو بيدهوني اللي انا لازم اخلص فيه. كل الكلام ده حلو قوي ولقيته وموجود، سواء فايفر، سواء اب وورك، سواء فريلانسر، بس ما ادانيش الحريه اللي انا عاوزاها. ما ادانيش الحريه اللي انا بحلم بيها. انا بقى مثلا قاعده مع اولادي خارجين بنتفسح والعداد بيحسب والفلوس بتخش لوحدها. ده ما حصلش. كان لازم على طول على طول في ضغط عصبي وضغط نفسي عشان اخلص الاوردر في الديد تايم. سواء بقى الاوردر ده عجبه او ما عجبهوش، نعيد ونكرر تاني. فانا لسه عايش في دائره الديد تايم ما بتخلصش. دائره فعلا ما بتخلصش. طب ايه الحل؟ بعد البحث المتكرر لقيت في حاجة تانية، في حاجة اسمها أفلييت. بس الأفلييت برضو مش بعنيش، لأن هو قايم على التسويق أكتر من الديزاين. وأنا في الآخر ديزاينر، أنا عاجبني التصميم بشكل عام، عاجبني إن أنا أصمم، عاجبني إن أنا أطلع أفكار، عاجبني إن أنا أخد مثلا صور فوتوغرافية. طب إيه الحل؟ لقيت بقى فكرة إن أنا ببيع تصاميم، بس لقيتها برضو عليها ضغط، ضغط كبير قوي من الناس. ناخد بالنا من معلومة، إن كل ما يكون السوق مليان كل ما تكون المنافسة أشرس، وكل ما يكون مطلوب منك مجهود أعلى وأكبر وأصعب. بس ده مش فكرتي. أنا فكرتي إن إحنا ناس كتير بتكسب وبتشتغل بأقل مجهود وبتكسب بأعلى مجهود. دي المعادلة الصعبة. إزاي أعمل شغل وأعمل ديزاين بأقل مجهود وفي المقابل أكسب فلوس كبيرة جدا؟ هو ده فكرة الكورس بتاعي. هيتكلم عن بسيطة كده عن إزاي نعمل تصاميم ونبيعها وهنكسب بالدولار. خلاص هتقول طب دي قديمة موجودة،
مش بي، امازون، زازل، ومواقع تانية كتير. هقول تمام كلامك مظبوط، بس كل الاسواق دي، وفي برينتفول مثلا، كل المواقع اللي بتتكلموا فيها واللي موجود عليها فيديوهات كتير جدا على اليوتيوب، عرب واجانب وهنود وكل الجنسيات، عليها ضغط شرس عشان تكبر وتوصل وتدخل لك دخل حلو، محتاج مجهود جبار واعلانات وفلوس تدفعها. انا بحقق معاك المعادله الصعبه، ان انت تعمل تصميمات وهتبيعها وهتكسب منها من غير ما تدفع ثمن واحد للاعلان واحد، بمجهودك وتعبك وشقاك. وبعد مجهود فتره من الزمن اوعدك ان هيدخل لك دخل اوتوماتيكلي من غير مجهود، ممكن شهر شهرين ما تشتغلش، بس في حسابه او في عداد بيعد ماني دولارات. الكورس بتاعي مواقع لسه ما تكلموش عنها على اليوتيوب، مواقع نشتغل عليها كديزاينر، الاعلانات بتاعتها قليله جدا، في الاجانب اتكلموا عنها كتير جدا وقويه جدا ومكسبها حلو قوي، بس محتاجه مننا حاجات واستراتيجيات علشان نواكب العصر. مش مجرد اي ديزاين نحطه وخلاص، ازاي نجيب الديزاينر عليه فكره، ازاي نشتغل على الفكره، ازاي نعرف السوق اللي احنا بنخاطبه. احنا في الاول والاخر مباشره قولا واحدا بنخاطب المجتمع الامريكي بشكل عام. هنواجه صعوبات كمجتمع مختلف تماما عن المجتمع الشرقي او المجتمع العربي، وطبعا المجتمع المصري بشكل خاص. هندرس السوق، هنتعلم امتى نعمل التصاميم، امتى نريح، ايه الوقت اللي عليه براند، ايه الوقت اللي عليه طلب، ايه المواسم اللي نشتغل عليها. كل ده هنتعلمه مع بعض. الكورس ده كورس حقيقي من حد اشتغل في الموضوع ده فترة طويلة، وكمان معايا تلاميذ اشتغلوا معايا واخدوا الكورس وكسبوا، ويمكن في منهم كمان بدأ يكسب أحسن مني. الكورس ده تكلفته حقيقة لتتعدى الألوفات، بس بسبب ارتفاع الدولار وبسبب انخفاضها إلى الجنيه وبسبب الواحد نفسه يعمل حاجة تفضل ذكرى تتداولها الأجيال والناس تستفاد منها، مش عايزة غير دعوة حلوة إن ربنا يوفقني وأقدر أخلص معاكم الكورس ده، وإن هو يبقى سبب في فتح بيوت ناس وتقدر تقف على رجليها تاني. الشغل بتاعي ده مش شرط تكون متفرغ، ممكن تبقى متفرغ خير وبركة، عندك شغل تاني وعايز اكسترا اكسترا ماني اهلا وسهلا، عايز تتعلم شغلانة جديدة اهلا وسهلا. طبعا يفضل ان انت تكون عندك خلفية عن الديزاين بشكل عام، عن الفوتوشوب، بس لو انت مثلا تعرف كانفا كانفاس وتشتغل على كانفاس اوكي يلا بينا، لو انت بتشتغل على اي تطبيق تاني على موبايل اوكي، شوف الافكار تعلم، مش شرط تكون انت عندك خلفية كاملة عن الفوتوشوب او الاستريتور، مش شرط، ممكن بس خلفية بسيطة عن التصميم عن الديزاين، اتفرج بلاش يا عم. يعني احنا الكورس بتاعنا هيبقى جزئين، جزء بيتكلم عن التسويق والماركتينج وعن ازاي نوصل للعميل وعن ازاي نطور من نفسنا وازاي نبحث عن الترند ونبحث، ده جزء واحد. وجزء تاني والمواقع طبعا اللي هننزل عليها، والجزء التاني بيتكلم عن الديزاين ونصمم عن طريق الفوتوشوب او الستريت. خش القسم اللي يعجبك، طور من نفسك، طور من مهاراتك علشان توصل ان انت يبقى عندك ماني بيدخل لحسابك او فلوس تدخل لحسابك بشكل جنريتور، بمعنى بشكل اوتوماتيك من غير مجهود يذكر منك. يمكن اللعبه لتصميم من تصميماتك يضرب وتلاقي فجاه بقيت من المليارديرات من تصميم واحد. حقيقة ده فعلا بيحصل، أنا مش بتكلم في وهم، أنا بتكلم في أرقام، بتكلم في دخل شهري ممكن يوصل ل 500-600 دولار في الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي، ده مبلغ عظيم جدا.
وممكن اكتر وممكن اقل. اول دولار دخل لي كنت بهيص، اول دولار دخل لاحدى طالباتي كنت بعيط حقيقه، لان نجاحها كان نجاحي. اول فلوس دخلت لها حقيقي كان دخل لها مثلا 100 دولار، انا سجدت لله شكرا، كنت فرحانه بيها قوي، كاني انا اللي دخلت لي 100 دولار دي، لان نجاحها اثبت ان انا كلامي صح. دلوقتي لسه السوق مجهول، ما يعرفهوش كتير من العرب. انا بديكم فرصه عمركم، اللي يكملها للاخر هيكسب، اللي يتكاسل فيها وما يهتمش بيها هيندم. مش هيندم معناها ان انا بتوعده، بس في فرصه حقيقيه، فرصه حقيقيه ان انت تكبر، فرصه حقيقيه ان انت مثلا يجي لك شغل من بره، فرصه حقيقيه. احنا دلوقتي اقتصادنا قائم على الدولار حقيقه، لما الدولار يطلع احنا مستوانا بيقل، لما الدولار ينزل لازم ننزل اصلا، السوق بتاعنا ما ينفعش، فهي احنا مرتبطين بيه شئنا ام ابينا. فبالتالي العقل بيقول ايه؟ لازم يكون ليك دخل بالدولار، وتسعى في الموضوع ده وبكل قوه باي شكل يكون ليك دخل بالدولار. تفرقت فكره افكار الفريلانسر كتير، وهتلاقي شغل كتير بالفريلانسر بالدولار، بس انا الفكره بتاعتي متميزه في حاجه تانية، ان انت تشتغل لنفسك، لروحك، لحياتك، تشتغل في الوقت اللي انت عايز تشتغل فيه، وتبطل في الوقت اللي انت عاوز تبطل فيه، تضغط نفسك في الوقت اللي انت عاوزه، وتسيب نفسك في الوقت اللي انت عاوزه، وفي نفس الوقت في فلوس داخلالك سواء اشتغلت او ما اشتغلتش. في احلى من كده؟ مستنياكم في الكورس بتاعي، هننزل كورس كل فترة أو كل يومين ثلاثة، كورس درس بتكلم في الموضوع ده، هيتعرف أكتر على المواقع اللي هنشتغل عليها، إزاي ندخلها، إزاي نتعامل فيها معايا حضرتكم، إزاي هنبدأ الأول بالتصميمات واحدة واحدة، ثم نبدأ بعد كده في موضوع المواقع وإزاي ندخلها وإزاي نتعامل فيها. اللي ما عندهوش أكاونت على بيهانس يعمل، اللي مش عارف يعني ايه بيهانس يسيب لي كده في الكومنتات، مش عارف يعني ايه بيهانس، اوكي، ونستعد مع بعض ان شاء الله لاولى الحلقات في التصميم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.